السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم، معاكم يوسف بكري. النهاردة يا جماعة جاي أكلمكم في موضوع مهم جدا، هو الكوبي رايتس. الكوبي رايتس حاجة مهمة جدا وبتقابل كل اليوتيوبرز أو الناس صانع المحتوى، كونتنت ميكرز، ممكن بتقابلهم المشكلة دي كتير قوي على اليوتيوب. إن هما مثلا بيحطوا أغنية عندهم على القناة، والأغنية دي بيبقى عليها حقوق طبع ونشر جديدة جدا وبتتمسح. طبعا السبب الكبير جدا في إغلاق معظم القنوات هو الكوبي رايت. حقوق الطبع والنشر دي مهمة جدا، لازم انت تخاف منها، ولو ما خفتش منها قناتك هتضيع، لان انت بيجيلك سترايكس على حقوق الطبع والنشر لو انت حطيت اغنية مشهورة زي مثلا اغنية ديسباسيتو او اغنية جوتشي جانج. الاغاني المشهورة دي بيبقى عليها حقوق طبع ونشر قوية جدا، يعني انت لو حطيت الحد المسموح ليك انك تحط الاغنية في الفيديو بتاعك 24 ثانية، لو تعديت 24 ثانية الفيديو بتاعك بيتمسح وبيجيلك سترايك حقوق طبع ونشر. او في ناس بيروحوا عاملين ايه، يعني لما بيجيلك بتحط اغنية مثلا مشهورة بيتكتب تحت في الديسكريبشن اسم القناة صاحبة الاغنية، والارباح انت بتكسب نص الارباح والنص التاني بيروح لهم هما من غير ما يحصل لك مشاكل. في ناس طبعا مش كويسة وبتروح عاملة لك سترايك على طول ومهاجماك وتخلي عندك سترايك في حقوق الطبع والنشر، وفي الاخر الفيديو بتاعك يتمسح. فانت ازاي تتجنب الموضوع ده؟ اخر حاجة ليك انك تقدر تحط الاغنية 24 ثانية، دي لو الاغنية حقوق الطبع والنشر بتاعتها مش قوي. لو هي حقوق الطبع والنشر بتاعتها قوية جدا يبقى اقصى حد 5 ثواني، ده لو هي قوية جدا، ونادر انها تبقى قوية جدا قوي. لو انت عايز تهرب من حقوق الطبع والنشر وتقدر تستعمل فيديوهات على اليوتيوب تعيد رفعها او تعمل فيديوهات ردة فعل او رياكشن، في ناس كتيرة في المجال ده نجحت. وطبعا انك تعمل فيديو رياكشن ده موضوع عادي جدا وموجود جوه حقوق اليوتيوب نفسها، بيقولك انك تقدر تستخدم الفيديوهات بتاعت الناس استخدام عادل، تاخدها وتعمل عليها ردة فعل، بس بحيث انها تكون ايه، الفيديو يبقى صغير مش يبقى كبير. فيعني خلوا بالكم من حقوق الطبع والنشر لانها رخمة جدا وبتضيع قنوات كتيرة. ده كان شرحنا النهاردة، انا حبيت اقول لكم ازاي تتجنبوا حقوق الطبع والنشر وتستعملوا الفيديوهات وتعملوا لها اعادة رفع عادي من غير ما تخالفوا الحقوق. كان معاكم يوسف بكري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't really care if you cry. I don't really shouldn't ever lie. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead.